الدرويش القندرة الحمام الجامع الفسطى سيلس. قد تبدو أسماء هذه المحطات التي ينادي بها قابض إحدى الحافلات مألوفة لسكان مدينة المدية، لكن بالنسبة للوافدين من خارج المدينة فالبحث عن الوجهة المطلوبة هو كالبحث عن إبرة في كومة قش، بفعل تغييرها بأسماء غريبة عوض أسمائها الحقيقية. يعني واحد المواقف رانا نسمعوا فيهم، مشي نسمعوا فيهم، يعني راه من بكري رانا مسمينهم تسمية، يعني ما ماشي سوا سوا كاع، نقول والله راهي الحمام، راهي الشجرة، راهي الحجرة، يعني التسميات هذوما ماهوش في محلهم. يقول لك أنا بايكزوم حطني عند البوطو، حطني عند البوطو ماهيش جاي يا خويا، أعطيني اسم لاري ومن بعد أنا كي نجي لهنا نطلع، والشعب الشعب ما يحبش يبدل الذهنية تاعو، فهمتني كيفاش؟ والفنا خويا، دوك أنت تقول له شكارة حليب هو يقول لك شكارة بقرة، سي بوزا يخرج باسم واحد آخر، حنا هضرتنا أوه. رغم حملات التحسيس المتواصلة إلا أن الظاهرة ترسخت في ذهنية المواطن وألغت أسماء وعناوين لأماكن وأحياء كبرى ارتبط اسمها بأحداث ورموز وطنية. أم يجوا الناس هكذا يعطيك لادريس تاع بلاصة بصح أنت ما تعرفهاش، ما تعرفهاش، دونك أنت روسيفر ولا كش حاجة تعطيها لواحد هنا تقول له بلاصة فلانية، كاين الناس ما تعرفش باللي لاري فوقا يسموه بولوغين، فاوت بولوغين تحتها إيه. أو من ناق غريد من ناق حومة يسموها بولوغين، كاين ما يعرفش باللي كاين بلايص يسموه على اسم شهداء، كاين كاين. وهذا دائما بالتنسيق مع المصالح الأمنية والجمعيات المجتمع المدني باش على الأقل نخليو الوزن الثقيل تاع بعض التسميات للأحياء التاريخية تبقى يعني بنفس الأسماء نتاعها، ما يكونش فيها تشويه للأسماء، وين المواطنين خلقوا لنا بعض الأسماء يعني ولت مداولة بيناتهم ولت حاجة عادية، يعني احنا نحاولوا نحاربها الظاهرة هذه بتنسيق ومشاركة الجميع. مع استمرار هذه الظاهرة أصبحت العناوين الإدارية للأحياء والمؤسسات غريبة حتى عن سكان المدينة، ظاهرة وجب تكاتف كل الجهود للحد من استفحالها.